أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على التصعيد المتبادل بين ميليشيا الحوثي والتحالف وأبعاد توقيت عودة التصعيد. شنت مقاتلة التحالف غارات جوية عدة على مواقع متفرقة جنوب غرب محافظة صنعاء ومحيطها. وقال شهود عيان إن المقاتلات الحربية قصفت بثلاث غارات جبلي عطان والنهدي، وذلك بعد أسابيع من تراجع حدة العمليات الجوية للتحالف على المدينة. وبحسب الشهود فإن الغارات خلفت انفجارات عنيفة هزت أحياء المدينة. كما قصفت مقاتلة التحالف بثلاث غارات جوية أخرى منطقة جربان في مديرية سرحان، وتأتي هذه الغارات بالتزامن مع إعلان ميليشيا الحوثي إزاحة الستار عن أربع منظومات دفاع جوية جديدة. وبحسب القيادي في ميليشيا الحوثي مهدي المشاط فإن المنظومات المعلن عنها ستغير مسار المعركة مع التحالف وستكون مقدمة لمنظمات دفاعية أكثر حد تعبيره. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل فشلت التفاهمات السرية بين الحوثيين والرياض، أم أن التصعيد الأخير نوع من التغطية على المفاوضات المقلقة للشرعية اليمنية؟ وما هي الأفاق الجديدة لإعلان ميليشيا الحوثي تعزيز قدراتها الدفاعية؟ هل استطاع الحوثي تقوية نفسه باستغلال التهدئة وخدع التحالف؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. أصوات ضربات طائرات التحالف تدوي مجددا في سماء صنعاء ومحيطها، فهل توقفت المحادثات السرية بين ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية التي وصفت في وقت سابق بأنها تدور عبر أبواب خلفية؟ وعطفا على مسار الحرب والمفاوضات، شن التحالف غارات عدة على مواقع عسكرية جنوب صنعاء وأخرى على منطقة جربان في مديرية سنحان، إضافة إلى إحباطه هجوما حوثيا باستخدام زورق مفخخ عن بعد جنوب البحر الأحمر بحسب بيان التحالف. قتال في البر والبحر بعد إعلان الطرفين خفض العمليات العسكرية، فهل انهارت الهدنة إذن وفشلت تلك التصريحات الغزلية بين الطرفين خلال الأشهر السابقة؟ وهل استبدل وعد الأيام القادمة بالسلام بمزيد من العمليات العسكرية؟ أم اكتشف الطرفان مزايا المواجهات العسكرية في وضع خيارات أفضل على طاولة المحادثات السرية؟ من جهتهم يستمر الحوثيون في سياستهم الواضحة، يد في المحادثات وأخرى على الزناد. فإزاء هذه التطورات أعلنت قيادة الميليشيا امتلاكها أربع منظومات دفاع جوية جديدة. القيادي في ميليشيا الحوثي مهدي المشاط قال إن هذه المنظومات ستغير مسار المعركة مع التحالف وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر حد تعبيره. ورغم سيطرته على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، فقد فشل التحالف في وقف تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين، وأثبت ذلك الحصار عدم فاعليته في خنق الميليشيا تدريجيا، فإلى اليوم ما تزال الأسلحة تجد طريقها للوصول إلى الميليشيا. أما الرياض فيبدو أن لها طريقة أخرى في تفسير فشل المحادثات مع الحوثيين، فقد اتهمت مصادر سعودية قوى في الحكومة اليمنية بمحاولة تقويض المحادثات السرية الجارية بين الرياض وميليشيا الحوثي بحسب وكالة رويترز. فكيف يمكن للرياض أن تزيح هذا العائق الوحيد؟ ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من أبها الكاتب والمحلل السياسي سلمان عسكر، وأيضا معنا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أرحب بكما. نبدأ مع السيد سلمان عسكر. سيد سلمان، ألا يمكن القول أن السعودية خدعت مجددا من قبل الحوثيين الذين استغلوا فترة خفض التصعيد لتقوية مركزهم العسكري؟ بداية أنا أحييك، أحيي ضيفك، أحيي السادة المشاهدين. أبدا لم تخدع المملكة العربية السعودية، لأنها لم تكن بيوم من الأيام على أي اتفاق أو عهد أو التزام. المملكة العربية السعودية ضمن منظومة التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن وفق الهدف الرئيسي، وهو استعادة السلطة الشرعية وإخراج العصابات الإرهابية الحوثية الإيرانية من مواقع سيطرتها سواء في صنعاء أو في غيرها من المحافظات. الحوثيين لم يلتزموا بالعهد مع الرئيس السابق علي الصالح،
ولم يلتزموا بأي مواثيق ضربوها في السابق. لكن سيد سلمان يعني بعيدا عن الفترة الماضية في عهد علي عبد الله صالح، كيف استطاع الحوثي أن يجلب هذه المنظومة في ظل الحصار الذي يعني يفرضه التحالف عليه؟ ألم يخدع التحالف بالأخير؟ تهريب الأسلحة يا أخي ووسائل الاتصالات تصل إلى صنعاء بشكل مستمر ومتواصل، ومن الذي قال في يوم من الأيام بأنه حد من التهريب الإيراني للحوثيين؟ هل لا زال حتى هذه اللحظة التي أحدثت فيها مباشرة على الهواء، إيران تخترق القرار الأممي قبل أن تهرب الحوثيين، لا تزال إيران تتحدى العالم علنا ولا يزال الحوثيين يعلنون ذلك علنا. إذن سيد سلمان، ما هي الجدوى من الحصار الذي فرضه التحالف خلال الفترة الماضية على الحوثيين؟ ليس هناك حصار، يعني من يستطيع أن التهريب يأتي عن طريق البحر، التحالف لم يحاصر البحر، التحالف يريد إخراج الحوثيين من العاصمة صنعاء ولكن بأقل الخسائر ونجاة وسلامة المدنيين. ليس هناك أي حصار، هناك بس إغلاق مؤقت لمطار صنعاء لإيقاف عمليات تنقل القيادات الحوثية الممنوعة من السفر دوليا وفق قرار الأمم المتحدة 22/16. المرضى ينقلون بكل سهولة ويسر، ليس هناك أي عوائق، لكن أن يستمر عملية التهريب عن طريق البحر فمن الصعب أن يسيطر عليها التحالف وحتى المجتمع الدولي. لكن الملاحظ أن هناك صمت من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي على إلزام الحوثيين بالقرار الأممي 22/16، وأيضا العصابات الإيرانية التي تقوم بتهريب الأسلحة ووسائل الاتصال للحوثيين. ما وصل الحوثيين مؤخرا من تقنيات حديثة للأسلحة وكما يدعون منظومات أسلحة جوية وما شابه ذلك هو أمر طبيعي جدا. تفضل بالبقاء معي، نعود إلى ضيفنا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. سيد عادل، في ظل هذا التطور الأخير، هل يمكن القول بأن التصعيد الأخير أتى بعد أن فشلت المفاوضات السرية بين الطرفين السعودي والحوثي؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا للاستضافة. لا أعتقد أن هذا يشي بفشل المفاوضات، بل بفشل المملكة العربية السعودية في إدارة الملف اليمني. الحوثيين يصعدون بشكل مستمر والآن يعلنون عن منظومة دفاعية جديدة، وهذا في حقة الأمر يلقي بظلاله على المملكة العربية السعودية. هناك حالة فزع كبير وحالة ذعر ورعب، تحاول أيضا من خلال هذه العمليات الاستباقية ردع الحوثي عن التمادي أيضا في شل حركة الطيران للمملكة العربية السعودية واستهداف أيضا عمق أمني، خاصة أن الحوثيين يحاولون أيضا ابتزاز المملكة العربية السعودية، يحاولون أيضا من خلال المفاوضات أيضا عبر هذه العمليات الاستهدافية وعبر أيضا عن التصعيد المستمر ابتزاز المملكة العربية السعودية وأيضا رفع سقف الابتزاز في المشاورات التي تتم معهم. لكن أعتقد أن المملكة العربية السعودية فشلت، تغرق في أزمات كثيرة، لم تستطع أن تدفع بأهدافها المعلنة المتعلقة أيضا بدعم الشرعية. هناك توتر كبير فيما يتعلق أيضا بالمهرة في الصدام مع المواطنين هناك، وهناك انكشاف لأجندات المملكة العربية السعودية، هناك حرب ضروس مع الحركة الحوثية في الكوك، ولهم كان مفترض المملكة العربية السعودية أن تدعم هذه الجهود الكبيرة التي تحاول أيضا إزالة المعركة الهزيمة بالحركة الحوثية. لكنها أعتقد أن هذه العملية الأخيرة متعلقة بمحاولة المملكة العربية السعودية ولا علاقة لها بالمعركة الأم على الحركة الحوثية، وبالتالي أعتقد أنها محاولات لردع الحوثي والإلقام أيضا عن التمادي في استهداف المملكة العربية السعودية. نعم، أنقل هذه التساؤلات التي قلتها سيد عادل. سيد سلمان، إذا هناك رعب وابتزاز من الحوثي، وهناك أيضا غرق للسعودية في حربها مع الحوثي خاصة في الأماكن التي تسيطر عليها الحوثيين، ما جدوى هذه الغارات التي تقوم بها السعودية على الحوثيين آخرها في صنعاء؟ الغارات طبعا للمعلومية، يعني أنا أحب أن أوضح نقطة،
الغارات الجوية هي تأتي في مواقع بعيدة عن المدنيين. الحوثيين استخدموا مواقع داخل الأحياء المدنية لتخزين الأسلحة، ولذا المملكة التحالف العربي والسعودية حريصون كل الحرص على عدم استهداف هذه المواقع، ليس لشيء إلا لاعتبارية واحترام المدنيين فقط. ما حصل من ضربات مؤخرا من ليلة أمس وما قبل أمس في جبل جرفان، لكن سيد سلمان، احترام أرواح المدنيين، ألا يشكل يعني تسليح الحوثي وإعلانه أنه يمتلك منظومة أسلحة جوية دفاعية وأيضا أسلحة متمثلة في الصواريخ، وأيضا هناك يقوم بعمليات تفخيخ لزوارق في البحر الأحمر، أليس هذا التطور العسكري للحوثي والتقدم ألا يشكل خطرا على المدنيين، وأيضا سببه هو التساهل السعودي الأممي أيضا حول حيال هذه الإجراءات الحوثية؟ يا أخي، الحوثي قبل أن يزرع الألغام في البحار فجر المساكن في صنعاء وفي عمران. يعني نرى كيف ننظر من زاوية نترك الزاوية الأخرى، الحوثي أغتال المدنيين في صنعاء، الحوثي قتل الأطفال والأبرياء، الحوثي جند الأطفال دون سن العشر سنوات. يعني ماذا بقي للحوثي من انتهاك لم يمارسه في صنعاء في ظل نبر وتحت بصيرة الأمم المتحدة؟ يا أخي أنا أقولها وأكررها ولدي ما يثبت أقوالي، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا أقولها وعبر قناة بلقيس وأراهن وأتحدى ولدي ما يثبت أقوالي بأن الأمم المتحدة تدعم الحوثيين سرا وعلنا، وأن الأمم المتحدة منذ وجود جمال بن عمر وهي التي سهلت للحوثيين دخول صنعاء، والأمم المتحدة هي من تدعم بالأسلحة وتغض الطرف عما تقوم به إيران للحوثيين. إذا يجب علينا كمجتمع عربي وكيمنيين قبل أي شخص آخر أن ندرك أن الأمم المتحدة هي عميلة للحوثي وخائنة لضميرها وللمجتمع الدولي. هذا جانب لابد أن نتكلم عنه. أما ما مصلحة الأمم المتحدة في دعم الحوثيين؟ ما هي المصلحة؟ إسقاط الدولة اليمنية ودعم الفوضى في اليمن، ومثل ما حدث في كثير من الدول العربية، وتأييد التوجه الإيراني. هناك شبكة مرتبطة بإيران تعمل لتخريب اليمن. من يا أخي، دعنا دائما نجد الكثير يرمي على المملكة العربية السعودية العبء ويحمل المسؤولية المملكة العربية السعودية وتارة الفشل السعودي. لماذا لا ننظر لما يقدمه مركز الملك سلمان لليمنيين؟ لماذا لا نرى أن إيران تقدم الألغام والصواريخ لليمن، والسعودية والتحالف يقدمون الورد والمستشفيات والإعمار لليمن؟ يا أخي لماذا لا ننظر بميزان؟ أنا لا أسمح لأحد أن يأتي ويبلبل ويثرثر ويتهم دولة مثل المملكة العربية السعودية بالفشل. لماذا لا تتهم إيران أنت بالتدخل في الشأن اليمني وتدمير اليمن؟ لماذا لا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا تجاه قطر؟ لماذا السعودية؟ يعني لو سقط دبوس من السماء في المحيط الهندي لاتهمنا السعودية بأنها من حركت أمواج البحار والمحيط؟ يا أخي لا بد أن نتكلم بالعكس. سيد سلمان، أنت تعرف أن السعودية هي طرف، يعني تحول إلى طرف في حرب اليمن، وهي تعتبر موجودة الآن ومتدخلة بالشأن اليمني بشكل كبير. غير صحيح، السعودية لم تكن في يوم من الأيام طرف. السعودية أتت وفق دعوة من عبد ربه هادي الرئيس الشرعي المعترف به دولياً. إذن هي متدخلة، يعني أنا هي في الأخير متدخلة، سواء كانت بشكل شرعي أو بغير شرعي، لكن أيضا هي تجاوزت هذا التدخل بتحييد الشرعية وبخذلان الخطة الاستراتيجية المعلنة عنها. لكن عموما سأنتقل إلى ضيفنا من اسطنبول الدكتور عادل المسني. سيد عادل، هل لعودة التصعيد علاقة بإعلان الحوثي تعزيز قدراته العسكرية بمنظومات دفاعية جديدة دخلت الخدمة لها؟ نعم سيدي، هذا هو السبب الرئيس. قلنا هناك حالة يعني خوف كبير في المملكة العربية السعودية جراء هذا التطور الكبير في التقنيات العسكرية الحوثية، والتي آخرها هذه المنظومة التي استطاعت أن تسقط طائرة
سعودية متقدمة في الجوف، وبالتالي الآن أيضا هم يعلنون عن صواريخ جديدة سوف يعني يستخدموها في المعركة. هذا يترافق أيضا مع استهداف الأرامكو والمملكة العربية السعودية الأرامكو السعودي كما أعلن الحوثيين، وبالتالي الحوثيين صاعدون ويتكلمون أيضا بلهجة عالية جدا، وبالتالي هناك حالة ذعر يعني على خلفية أيضا الهجمات الحوثية المستمرة في الآونة السابقة والتي استطاعت أن تنال من هيبة ومكانة المملكة العربية السعودية. وبالتالي إعلان الحوثيين في هذا التوقيت الحرج عن منظومة أسلحة سيد عادل متطورة حديثة يعني هذا يلقي. نعم، ما هي الأفاق التي ستتجه إليها الحرب في اليمن بعد هذا الإعلان برأيك؟ المفترض بالمملكة العربية السعودية أن تراجع سياساتها وتقوي من شوكة الشرعية التي تخوض أشرف المعارك الآن مع الحركة الحوثية في الجوف وتحقق تقدم كبير وانتصارات، لكنها في نفس الوقت تلقى خذلان كبير من المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، وابتزاز أيضا للشرعية فيما يتعلق أيضا بالميليشيات الجنوبية الانتقالة في الجنوب وأيضا الأكندات المملكة العربية السعودية في سقطرة. وبالتالي أعتقد أنه المملكة العربية السعودية لا يمكن لها أن تحقق أي نجاح أو اختراق في العملية في العمليات العسكرية أو في إنزال هزيمة مع الحوثي، فهلم أيضا تعود إلى الشرعية وتعود إلى تقوية أكندات الشرعية التي لها القدرة على إنزال الهزيمة من خلال أيضا القوات العسكرية والمقاومة الشعبية والحاضنة الواسعة على امتداد الجمهورية اليمنية. وبالتالي محاولة إنزال الهزيمة بالحركة الحوثية أو يعني كسره بدون الشرعية هذا ظرف من المحال. شكرا لك عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. ينضم إلينا أيضا من تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل مرحبا بك معنا. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود الاتصال بالسيد فيصل. نعود إلى السيد سلمان عسكر. سيد سلمان، ألا ترى بأن استراتيجية التحالف أو السعودية في حربها مع الحوثيين أثبتت فشلها بالأخير، خاصة وأنها تأتي في ظل تخبط واستهداف للشرعية آخره تصريحات سعودية بأن تتهم أطراف في الحكومة الشرعية أنها تسعى إلى إفشال مسار المفاوضات، ما رأيك بهذا الكلام؟ السرية أقصد المفاوضات ما بين السعودية والحوثي. أبدا، هذه حرب، الحرب ليس لها فترة زمنية، لا بداية ولا نهاية، لا ليس هناك أحد يستطيع أن يحكم بداية ونهاية حرب، خاصة وأنت الآن لا تواجه دولة أو نظام يعني مرتب، أنت تواجه إصابات متمردة متناثرة ما بين الكهوف والجبال والأودية، تملك أسلحة خطيرة وأسلحة نوعية ومتفجرات وألغام، وتوحي وترسل رسائل تهديد المجتمع الدولي، تارة بتهديد الملاحة الدولية، وتارة بتهديد المجتمع داخل اليمن، وتارة بتهديد العالم. يعني هذه الإصابات ليس لديها أي شيء تخفي، جندت الأطفال، لقمت الأرض، لقمت البحار، وضعت كل شيء دمار، ليس لديه يعني ما تخسرها في حربها الحالية. ولكن التحالف العربي يعني كتحالف يصير وفق احترام للقوانين الدولية وخطوات ثابتة، يصير المعركة لا يمكن حسمها في يوم وليلة، كما أسلفت لك سابقا عزيزي، هناك مدنيين، هناك مواقع ملقمة، لا يمكن المغامرة بالجنود. إذا الحرب ليست يوم وليلة، ما هو مستقبل الحرب بين السعودية والحوثيين الذين تفوقوا استراتيجيا حسب ما ذكرت على السعودية؟ بين الشرعية أنا أضعها والحوثيين، يعني دعنا نحصرها في النقاط الذي يجب أن يطلق عليها. أنا أعترف وأقر بأن الشرعية لا تزال بصراحة متخاذلة، يعني لا نعلم ما هو الدور الذي يستطيع أن يقدم الفريق عليه محسن أو ماذا قدم. الحرب ليست بحاجة إلى لكام عناصر معينة. الشرعية، أنت تعرف سيد سلمان أن الشرعية حويدت من قبل السعودية بشكل كبير. لا 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 لا, لا, لا يصدق هذا الكلام عاقل يا عزيزي. الشرعية عندما تريد أن تعود إلى اليمن هذه الأبواب مفتوحة، لكن للأسف الاتكالية البعثرة، يعني تجد وزير في القاهرة وآخر في الأردن وثالث في قطر ورابع في بريطانيا، هذه أنا ما أدري كيف حقوق.
من المفترض ان تلتزم الحكومه الشرعيه ببنود اتفاق الرياض، ولكنها الى الان لم تنفذ بندا واحدا من هذا الاتفاق. وفي المقابل نحن نجد المجلس الانتقالي يتحدث ويقال، لكن السعوديه هي التي تشرف على تنفيذ اتفاق الرياض. يا اخي السعوديه قامت بواجبها مثل ما تقوم بواجبها تجاه اي مش اي اي دول اي دولتين مختلفتين او اي فصائل في اي دوله معينه، عقدت بينهم لقاء تشاوري في الرياض بعد ان اتسع بينهم الخلاف واصبح كل شخص يريد ان يعمل حكومه بمفرده، وحدت الصف امام عدو واحد ومشترك للجميع وهو الحوثيين. لكن ليس على المملكه العربيه السعوديه ان تمسك هذه بيدها وتقول له تعال ابقى في عدن. المملكه العربيه السعوديه من كان يريد ضيافه فاهلا وسهلا به، ومن اراد ان يعود الى اليمن فاليمن المملكه العربيه السعوديه ستساعده وتدعمه. لكن الى الان انا لم ارى تحرك جدي من الحكومه الشرعيه. انا لا اعلم الى الان ماذا قدم رئيس الوزراء اليمني. شكرا لك. عبد المعين سعيد هذا. نعم. يعني ماذا قدم؟ هل يعقد لقاء في الوزراء؟ هل يعلم ماذا نعم. يحدث؟ وضحت الصوره سيد يعني سلمان. يعني وزير الداخليه اليمني ووزير الطرق او النقل يحاربون الشرعيه، لماذا؟ اذا هناك فشل في رئيس الوزراء اليمني. يعني لابد ان نضع النقاط وقت الحروف، لماذا لا تصح الشرعيه؟ اين يعني وضحت صورتك سيد سلمان عسكر المحلل والكاتب معنا، كنت من أبها، شكرا جزيلا لك. ينضم الينا ايضا من تعز استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، اليوم ميليشيا الحوثي تعلن انها ادخلت 4 منظومات صاروخيه في دفاعاتها، ما دلاله التوقيت برايك؟ أسعد الله مساءكم بالخير. لا أعتقد بأن الإعلام له علاقة بتوقيت لا دلالة، بقدر ما هو تنسيق مع حليفتها إيران بتزويدها بأسلحة قادرة على تجربتها في اليمن والتحسين من دقة التصنيع الإيراني. اليوم لا تجد إيران معارك حرب حقيقية لتدريب صواريخها غير في اليمن. فإسقاط الطائرة لأول مرة في الجوف بسلاح بصاروخ أرض جو هو شيء جديد في المعركة، وأعتقد بأنه إيران هي من مصلحتها أن تجرب صواريخها بدقة حتى تستخدمها في أي معركات قادمة، والحوثيون مجرد أدوات لإيران في اليمن. والمعارك هي معارك بالوكالة بين السعودية وإيران في اليمن. طبعا ما هو معلن لا يمكن الاعتماد عليه ما لم نشهد في قادم الأيام تجربة حقيقية في هذه التواريخ لتحديد أو لتعديل مسار الحرب والمعركة مع السعودية، وكذلك فرض الحوثيين أنفسهم كواقع لا يمكن أن يتم إنهاء حل المشكلة اليمنية دون أن يكونوا طرفا في هذه التسوية وفق شروطهم لا وفق شروط الشرعية ولا السعودية. لكن سيد فيصل، ألا ترى أن أيضا التصريحات السعودية أيضا تفرض يعني ضد الحكومة الشرعية والتي تسعى إلى إفشال مسار المفاوضات باتهامها أنها تسعى لإفشال هذه المفاوضات، ما قراءتك حيال هذا الاتهام وما الذي يسعى إليه الموقف السعودي؟ ألا يفرض واقع جديد الآن؟ لم أفهم السؤال، ماذا تقصد؟ هناك نعم هناك اتهامات سعودية للحكومة الشرعية أنها تسعى لفشل مسار المفاوضات السرية بينهم وبين الحوثيين. قراءتك لهذا الاتهام وأيضا ما الذي يسعى إليه الموقف السعودي حيال هذا الاتهام؟ الحقيقة إن وجد هذا الاتهام بشكل رسمي فهو يعد فضيحة سياسية. لكن إذا كان هذا الاتهام من طرف صحفي أو إعلامي فهو موقف شخصي لا يمثل الحكومة وإن كانت راضية عنه، لأن الأصل المشكلة هي تخص اليمنيين، وبالتالي لا ينبغي على السعودية التي تدعي من أجل إعانة الشرعية لاستعادة الدولة أن تقوم بمشاورات مباشرة مع الحوثيين دون أن يكون للحكومة الشرعية في اليمن حضور في هذا او استئذان او على الاقل تشارك، وعلى الاقل سميت قوات مشتركه، على الاقل حتى الحوارات تكون
مشتركه بين الاطراف برعايه يعني تكون على يعني معرفه لدى الحكومه والسلطه الشرعيه في اليمن. نعم اذا سيد تمارس خيانه وطعن الشرعيه. نعم اذا في سياق الحرب هنا والمفاوضات الى اين يتجه الوضع في اليمن برايك؟ الوضع في اليمن يعني الان الى اين يتجه؟ نعم في سياق الحرب وهناك ايضا مفاوضات الى اين يتجه الوضع في اليمن؟ من المستفيد اقصد يعني؟ هناك اكثر من سيناريو، اكثر من سيناريو، لانه التدخل الاطراف الخارجيه يجعل السيناريوهات متعدده، هناك سيناريو يخص ايران، هناك سيناريو يخص السعوديه، هناك سيناريو يخص الامارات، هناك سيناريو يخص السلطه الشرعيه ممثله بهادي الذي وصل الى السلطه ولا يريد ان يهم المشكله اليمنيه حتى لا يغادر السلطه، وهناك ايضا اجندات بينيه داخليه، وهناك سيناريو خاص بالحوثيين، وبالتالي لا تستطيع تقرا المشهد بان هناك طريقا واضحا نستطيع ان نرسمه. وفي ظل المدخلات السياسيه الحاصله لا نستطيع ان نبني مخرجات غير ما هو حاصل، عبث، فوضى، مجاعه، فقط عبثيه ميوعه، المشهد مائع يعني سيظل معلقا دون حسم. هذا هو الاقرب حاليا من المدى المنظور، لكن في المدى البعيد اذا تغيرت المدخلات السياسيه وبعض المعادلات بالتاكيد ستتغير السيناريوهات. نعم، شكرا لك استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده الدكتور فيصل الحذيفي، كنت معنا من تعز، وايضا الشكر موصول للباحث في العلاقات الدوليه الدكتور عادل المسني وكان معنا من اسطنبول، وللكاتب والمحلل السياسي سلمان عسكر كان معنا من ابها، وشكر لكم ايضا موصول مشاهدين الكرام على حسن المتابعه والى اللقاء.